بابا بعد اذنك بس هروح اشوف واحد صاحبي هنا وحصلك على طول. بس ما تتاخرش يا مراد. حاضر يا بابا. ازيك يا مراد؟ الله يسلمك، انا رميت لك مشبك في البلكونه امبارح. اخدته وقريت الجواب اللي فيه وده الرد. انت بقى المدارس تفتح عشان اعرف اشوفك. خلاص هاني دي قربت تفتح قريب. انا لازم ادخل قبل ماما ما تحس اني مش في البيت. ها هبعت لك رد على طول. طب بص ما ترميهوش من الشباك، يبقى سيبه هنا في بير السلم وحطه في طوبه، وانا كل شويه هطلع اشوفه لغايه لما الاقيه. بدريه يا بدريه. يعني ما كانش فيه لا 30 طياره ولا 70 صاروخ ولا دياولو. ما نبنا بس غير ان احنا لبسنا الاسود وكسينا البيوت بالازرق حاجه دفء. مش قلت لك يا حاج ان احنا مخشوفين؟ بيني وبينك يا توفيق، اللي كان هم عند غيرنا كان خير على ناس ثانيه. من امتى الحرب فيها خير يا عرفان؟ لما يبقى في غاره كل شويه ونوره يقطع ويرجع مهزوز وبيرعش اهو، ياخد له في وشه كام لمبه على كام كابل على كام كوبايه. طبعا واشتغل بقى يا عرفان احلى شغل في الكهرباء، النور يقطع واللولة تتحرق وقش يا سعير ولا ايه؟ صحيح يا اخي، مصائب قوم عند قوم فوائده. وانا اقول يا رب ايه حكايه السمين اللي طلبك زاد عليه اول يومين دول؟ مش المثل بيقول القرش لو جري في ايدك اطعم بطنك واسعد بيه اهل بيتك؟ دلوقتي قرش الحرب كتر الفلوس، بس الجري وراها خد من صحتنا. طب ايه رايك بقى في اللي رجع لك صحه زمان وعظمه زمان؟ ادعيله واسمي الواد باسم. انت لسه مصمم برضه تجيب الواد عرفان؟ نفسي ومنى عيني يا ابو شعيشه. طب ما تعتبرني ابنك يا حاج عرفان. تعيش يا فتحي. ازاي الكلام ده برضه؟ احلى حاجه ان الواد يجي من صلبه عشان لما يكبر يحمي ظهره. الله الله الله، وانت ايش مهمك انت؟ ده انت لا عندك عين ولا تاير. يعني ايه تاير يا عم توفيق؟ الله الله، ده مش عارف يعني ايه تاير. طب التاير على عينك واسكت بقى. شد شويه عادل، عايزين نعمل 10 حتت النهارده. 10 حتت مره واحده ليه يا ابني؟ اسكت انت ومالكش دعوه، احنا هنتصرف ونبيع. انت ليك تقبض وبس. هتقبضوني كام يعني؟ 5 سخف الحته. يعني يا عم هتعمل لك نص جنيه في يوم واحد. يوم واحد يا محمد؟ دول هما بالكتير 3 4 ساعات عمري. يا جدعان ازاي بس؟ ده انت واخد نص جنيه وانت شفتني خدت حاجه؟ بقول لك ايه، مش عاوزين نمر من اول